الكابتن فضل رب العالمين كان المرحوم بصحة جيدة جدا، ومن سافر لبغداد وراح واموره الحمد لله كل شيء تمام، ولكن شعر بأعراض جدا بسيطة صباح يوم الأحد اللي راح، وذهب على أثرها إلى المستشفى. كانت أعراض، وإلى أن طلع الفحص بعدين تأكد أنه هو مصاب فيروس كورونا اللعين. يعني ما قصروا المستشفى ولا الكوادر الطبية بالعراق ولا أي أحد قصر. كل موضوع نقله إلى الأردن كان مو موضوع أنه يتلقى علاج ثاني، أو هو نفس العلاج ينطيه بالعراق وينطيه بألمانيا وينطيه بالأردن، ولكن كل كان الموضوع كان كنا نشتغل على الموضوع النفسي، وكان طالب هذا الشيء، كان طالب يجي لعمان. وبآخر اتصال معاه أنا امبارح شخصيا، أنا وبنته الكبيرة هي، قال إن شاء الله أنا بكرة جايكم على عمان. مع العلم كانت في مجازفة على الطيران، وما كنا راضين نسافروا على الطيارة، بس كلها كانت كلام بكلام، وهذه رغبته يعني كان يجي على عمان، ولكن أي شيء العلاج هو نفسه، يعني العلاج راح يكون بالعراق.